عايز كابتن حسن هو اللي يرد وانت تقول لنا مين اللي معانا دلوقتي. يعني ممكن احمد الاحمر؟ لا. طب قول كده. الو الو ها آه. استاذ محمد، اخبار حضرتك؟ كابتن حماده الروبي مدرب روبي حراس نادي الزمالك الاسبق واحد نجوم نادي الزمالك طبعا في حراسه المرمى. مرحب بحضرتك النهارده معانا يعني كابتن حسن يسري، وكان لسه عمال يقول عليك طبعا ذكريات جميله جدا. الله يخليك استاذ محمد. لا هو حسن عطف طبعا طول عمرنا، حتى حسن من اطفال بعض الاطفال دي يعني، فشهادته هتبقى مجروحه يعني. اتكلم عني حق ايه؟ بصوره كويسه دي شهادته مجروحه، ان هو معروف في الوسط ان حسن من اعز الاصدقاء ليا يعني. فخد راي حد تاني غير حسن. طيب طيب يعني اتفضل. ها لا انت اللي طيب يعني انا عايز اتكلم مع حضرتك يعني ابرز ذكرياتك مع كابتن حسن يسري. ما شاء الله انتوا عاصرتوا بعض فتره كبيره جدا، فلو هتكلم مع حضرتك عن ابرز الذكريات مع كابتن حسن تفتكر له ايه يعني؟ لا حسن، لا هو حسن المواقف كلها في دي مواقف كتير قوي مشرفه يعني. حسن اصلا يعني حسن ك ك ك كلاعب هاندبول، انا بفرق بين الاثنين يعني. هو حسن كلاعب هاندبول كان طبعا ضعيف لا غبار عليه كلاعب هاندبول، لكن هو المميز الحاجه الكويسه في حسن شخصيته، شخصيته بره الملعب. بني ادم جدع جدا، محترم جدا، يعني هو شخصيه بيلم الناس حواليه يعني. على فكره قبل الهوا كان بيقول لي ان هو حارس مرمى جامد جدا، ولو كان كمل يعني كان هيقعدك. لا هو ما في الحته دي ما كانش هيفيد ان هو قصير شويه، مش هيعرف قصير. دلوقتي يقول لا ما بلاش المكان ده يعني. لا طبعا المكان ده ما يحط الصباع فيه ما ينفعش. لكن لا هو حاسم بصراحه كلاعب ما اختلفش، ما حدش اختلف على انجازاته وعلى اصلا طريقه اللعب ولا لا. هو حسن كان من ضمن الناس اللي هم معروفين في مصر، من ضمن الناس اللي اتعدوا في مصر، اللي هم من الناس اللي عملت طفرات في اللعبه في مصر يعني. اكيد في مركزه فحسن ده انا شهدت بحسن كمان تبقى مجروحه، لكن انت طبعا بحسبك انك انت النهارده مصطفى. الله يخليك. يعني اه طبعا ليا الشرف. وما يفوتنيش طبعا وجود حارس عملاق زي حضرتك. اطمن من حضرتك على رؤيتك الفنيه لمركز حراسه المرمى في مصر على كل المستويات، سواء الانجازات اللي اتحققت مع الناشئين، الشباب، الفريق الاول. راي حضرتك ايه في مستوى حراس المرمى وتوقعاتك ان شاء الله لمصر في بطوله كاس العالم ان شاء الله؟ لا هو طبعا انت حراس المرمى في مصر احنا بقالنا دلوقتي يعني من بعد ما حمد المصري بطل، لا الحراس طالعين ما شاء الله عليهم على السرعه طلع بقاله فتره يعني من دلوقتي. وعندك عصام الطيار حارس مميز، محمد علي حارس مميز، فلفل حارس مميز، محمد جمال، وعندك الناشئين بقى حميد مع المجموعه بتاعت الشباب. لا لا حراس مصر في يعني لما ارجع بالذاكره شويه مثلا كده على الفتره بتاعتنا كان اللي موجودين في مصر بتاعت على الصوابع يعني. كان موجود قبلينا كابتن ايمن صلاح كحارس مميز يعني، بعديه جه حماده المرتيب وحماده الرومي. تمام. الفترة كلها بنتكلم في 20 سنة اللي قاعد فيهم في حدود ثلاث حراس ده. لكن الفترة دي ال 20 سنة اللي فاتوا احنا انت عندك بتاع خمس ست حراس ما شاء الله كويسين ويسدوا عين الشمس يعني، وعلى ما شاء الله نتائج ومستوى يعني عاملين طفرة أحسن من اللي احنا كنا عاملينه. طب كابتن حمادة يعني حضرتك ذكرت أيمن صلاح وحمادة النقيب، دايما نادي الزمالك مميز في الحتة دي وعنده من الكفاءات في حراسة المرمى الكتير، يعني السر وراه ده إيه يعني؟ لا هو نزل طول عمره ولاد الحراس، حتى لما بيبقى عنده مشكله في الحراس بيستعين بيشتري حراس يعني. هو نزل الزمالك في الحته دي لا ما بيسيبش نفسه في المركز ده، مش ما بيغطي، لا دايما مغطي نفسه لو حتى مش طالع من نفسه لو قادر تسد، لا بيشتري من بره. حتى ايمن، ما هو ايمن مش من نادي الزمالك، ايمن جاي من الشمس، من نادي الشمس، بس ايمن طبعا في حارس مميز في الزمالك ما تبدا يعني جاب حارس زي دوت. فلا هو ايمن طبعا مش يعني كحارس مرمى، لا ما اقدرش احنا كلنا يعني، هو كان بالنسبه لنا كلنا اتعلمنا منه طبعا. كان هو الايقونه بتاعتنا اللي كلنا طالعين بنتعلم منه يعني. اكيد برضه بيمثل ايمن جه، وبعد كده حماده المقيد جه، بس حماده كان في الاولمبي النادي الاولمبي. لا فبقول لك احنا قاعدين مثلا 20 سنه 25 سنه ثلاث حراس اللي موجودين متميزين في المكان ده، يعتبروا كويسين يعني. اللي هم مميزين شويه في المكان ده، لكن دلوقتي لا ما شاء الله انت عندك اربع خمس حراس لا مميزين، اربع خمسه مميزين، فده يخلق بينهم حتى جو من المنافسه، هتلاقي مستوياتهم ان شاء الله في حته ثانيه ان شاء الله يعني.
اكيد بنقدم التحيه ايضا للكباتن الكبار سواء كابتن حماده النقيب او ايمن صلاح. عايز اخد حضرتك لحته كاس العالم، البطوله على ارضنا يعني مصر طول عمرها بتقدم مستويات جيده جدا في كاس العالم، بس وجود البطوله على ارضنا الفتره دي مع الطفره اللي موجوده، انجازات ناشئين، انجازات منتخب الشباب، واخدين بطوله افريقيا من تونس في تونس، شايف حضرتك المؤشرات دلوقتي بتقول ان مصر قادره على الفوز بهذا اللقب ولا لا؟ لا، هو الفوز طبعا بهذا اللقب موضوع صعب جدا. انا هتكلم معاك بصراحه، يعني هو انا لو هتكلمني مثلا في مصر قبل الكورونا، الهاندبول قبل الكورونا، كنت اقدر اقول لك نوصل فين؟ كنت اقدر اقول لك المنتخب ده في الفتره اللي كانت معموله له للاعداد وفتره التجمعات وفتره الشغل اللي هيشتغلوا فيه من شهر ثلاثه، ما هي الدنيا واقفه عندنا من شهر ثلاثة لحد شهر واحد اللي جاي هو معاه كاس عالم، كنت اقدر اقول لك المنتخب ده ان شاء الله يقدر يوصل فين. بعد الكورونا ما اقدرش بعد الفنيات اتاثرت اكيد. لا 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 لا، ما اقدرش افيدك اقول لك احنا واصلين لفين، لان الدنيا كلها بالنسبه لك لا تعرف انت الحال اتشقلب، انت مش عارف انت مش شايف نفسك فين خالص. بقالنا اربع شهور احنا مش شايفين نفسنا فين، اللعبه بتاعتنا على انده، احنا مش شايفين نفسنا احنا فين. فالموضوع اتغير، الشغل اللي كان هيتعمل بقى مش هو الجدول اللي كان محطوط يتعمل، الجدول اتغير صح. الخطه ذات نفسها ما بقتش واضحه ولا الرؤيه حتى واضحه. فاي حد يطلع دلوقتي يتكلم في الوقت الراهن ويتكلم ويقول لك احنا واحنا واحنا، لا كلامه انا ما صدقوش، لان احنا بعيد مش شايفين نفسنا اصلا، عشان ما نقدرش نقيم، يعني ما نقدرش نقيم الامور دلوقتي. اللي يقدر يقيم لك الامور دلوقتي يبقى كذاب، اللي يقول لك لا لا يبقى كذاب. في الفتره الحقيقه ما نقدرش نقيم الامور، ما حدش قادر يقيم الامور، وما حدش عارف كاس عالم هنمشي بالنمط ده هيتلعب ولا مش هيتلعب لحد دلوقتي. هو كل المؤشرات بتقول هيتلعب ان شاء الله، هيتلعب ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الوضع يخلص والدنيا ترجع زي ما كانت، بس ما حدش بس احنا ايه بنقدم المشيئه، بنقول ان شاء الله، لكن الواقع لا، ما حدش عارف. اخيرا يعني اكيد حضرتك هتحرص ان شاء الله على مؤازره المنتخب، ولو بتوجه رساله لكل الرياضيين في مصر وتحديدا اسره كره اليد، هتقول لهم ايه بخصوص هذه البطوله؟ عايزين دعم كده يبتدي من عند كابتن حماده الروبي. لا هو طبعا احنا كلنا، خلي بالك اصل احنا كلنا حتى اسر كره اليد ان شاء الله، يعني هي كده كده متواجده وبتدعم منتخب مصر. لو ده اصلا اوتوماتيك كلنا رايحين ندعم للاستفاده، يعني كل رايح على الاقل هيشوف هاندبول، العالم كله بيلعب عند بوت في ارضه، فرايحين نشوف مدارس مختلفه. احنا اسر الكرسي ده انا ما اظن حد فينا هيتاخر في وجوده او دعمه، ما اظنش حاجه زي كده. انا بوجه رساله للشعب المصري ان هو يدعم منتخبه ان شاء الله في البطوله من بدايتها لاخرها، يعني ويدعم حتى المنتخب لا قدر الله مش موجود، لا يدعم البطوله لاخرها لمنظر الدوله المصريه ان شاء الله. ده اللي بتمناه من الشعب المصري ان شاء الله. اخيرا عايز تقول حاجه لكابتن حسن يسري؟ ما فيش، هو حسن عارف كل حاجه، لا كنت عارف انه قاعد مع حسن. لو حسن كده كده يعني كل يوم قاعد مع جديد ما تقلقش ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن حماده على هذه المداخله الهاتفيه. طبعا كان معانا احد نجوم منتخب مصر ونادي الزمالك في مركز حراسه المرمى الكابتن حماده الروبي. هكمل حديثي مع الكابتن